الو، كيفك سماح؟ اهلين عمي، كيفك انت؟ طمني عن ماما، كيفها؟ منيحة يا بنتي منيحة. كيف الكل عندك؟ كلهم مناح؟ تمام عمي، الحمد لله، كلهم بخير. انا جاي على المشفى عمي، بدك جيب لك معي شيء؟ لا عمي لا، ما في داعي، ما في داعي نعجقها. هلا مرت عمك بتفكر انه رح تعمل عملية قلب مفتوح. معلش عمي، والله قلبي مثل النار عليها، خليني اجي واطمن، قلقانة. لا يا بنتي لا، لا تقلقي من شيء. هلا فوتوها مشان الفحوصات، لهيك قلت لا احكي معك، لانه مرت عمك اذا دريت انه في بالبيت شيء مو منيح رح تتضايق كثير، وهي مو ناقصة ويمكن ما ترضى تعمل العملية. انت بتعرفيها منيح، اذا ما صار كل شيء تحت نظرها ما بتقبل. انت طمنها وقلها كل الامور بخير، بس هي خليها تدير بالها على حالها. حازم كيفه؟ صباح الآن كتير عليه ودائما عم تفكر فيه. منيح منيح عمي، حازم منيح ومغرق حاله بالشغل، ما تاكل هم. قليلي، كرم ونغم مناح؟ نغم ألو سماح، وين رحتي؟ ألو لك يا سماح، وين رحتي؟ ايه عمي ايه، ما تشغل بالك، نغم منيحة وكرم منيح، كلهم مناح، ما تقلق، المهم ماما تكون بخير. نشكر الله منيحة، لا تقلقي، أنا بتصل فيكي وبخبرك أول بأول. ماشي عمي ماشي، سلم لي على ماما كتير. الله معك عمي، مع السلامة.